حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تشكيل فريق للتحقيق في مخالفة وصفتها بالجسيمة بمنح شركة أوكرانية عقد استثمار حقل عكاظ النفطي، بالإضافة إلى مخالفات في جولة التراخيص الخامسة. أقالت اللجنة إن وزارة النفط وشركة نفط الوسط ارتكبتا مخالفات قانونية جسيمة ترتقي إلى جرائم من خلال إحالة عقود لشركات في جولة التراخيص الخامسة، وكذلك الشركة الأوكرانية لحقل عكاظ النفطي. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، قام بتخفيضات كافية في الإنتاج ولن يدعم تمديدها في اجتماع أوبك بلس المقبل. كان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قد أكد في شهر كانون الأول الماضي عزم منظمة أوبك بلس، وهو تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية. بلغت مبيعات البنك المركزي الإجمالية من العملة الأجنبية أكثر من مليار دولار خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد. وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد 1,395,025,507 دولارات، وكانت أعلى مبيعات للدولار الاثنين الماضي حيث بلغت 283,620,620 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات الأربعاء الماضي. قال عضو لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري قال إن العامل الأبرز في إشكالية تلكؤ المشاريع في المحافظات هو إحالة مشاريع كبيرة استراتيجية إلى شركة غير كفؤة تثار حولها الكثير من الشبهات أو شبهات الفساد وتفتقد للمميزات الفنية والهندسية. ودعا العموري للتحقيق بشأن إحالة مشروع مجاري الديوانية لشركة إسبانية، على الرغم من أنها سبق واستلمت مشروع مجاري جنوب بابل ولم يتم تحقيق أي شيء من أعمالها، لافتا إلى وجوب التدخل من أجل تصويب بوصلة المشروع نظرا لأهميته. قال خبراء في الاقتصاد إن إيرادات الضريبة من القطاع الخاص يجب أن تكون 4 تريليونات دينار سنويا، وأضاف الخبراء أنه يوجد أكثر من 8 ملايين شخص ناشط اقتصاديا يعملون في القطاع الخاص، وباعتماد معدل الدخل الشهري بحدود 600,000 دينار فإن قيمة الإيرادات المستحقة للأشخاص في القطاع الخاص تبلغ حدود 4 تريليونات دينار بأخذ معدل لنسبة ضريبة الدخل الشهرية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.